القضايا اللي نحن اللي عم نعالجها هي حقوق المرأة، حق المرأة على الطلاق، مشاكل عائلية، مشاكل بين الزوجين، مشاكل ورثة، بشكل عام كله. أنا بشتغل بدار المرأة قسم البحوث، أنا ومعي ثلاثة بنطلع البيوت اللي ما بتقدر تجي لهون، نحن بنروح لعندها بنشوف قصصها، بنبحث بقصصها مع جوزها، مع المشاكل اللي عاشتهم مع داعش. هي الفترة اللي عاشوا مع داعش كلها بنجيبها مسجلة أو بالموبايل أو بالكاميرا، أو بنكتب كتابة نجي هون لعنا على المكتب بننقلهم على دفتر بعدها بنعطيه للصحفيين او لبيتها. يعني في كثير نسوان، نحن انا بروح لهم على البيوت انا ورفقاتي، ما بيقدروا هن بيجوا لهم، نحن بنروح لعندهم. يعني نحن 32 حاله، في منهم اللي داعش ساجنهم، في اللي حاطط سيخ هون، في وحده انا شفت سيخ ضاربها من هون طالعه من هون من صفحتها ورجتني اياه، جلدينها 9 مرات. في كثير قضايا نحن بنكتبهم وثقناهم عنا بالدفاتر. نحل مشاكل العالم، نصلح بيناتهم، نحاول نصلح بين الطرفين، نجمع الطرفين، نبعث تبليغات، تجينا الشكوى نبعث تبليغ للطرف الثاني، يحضر الطرف الثاني، نعطي مدة يعني اين نهار يجي، نجمعهم الطرفين نحاول نصلح بيناتهم، والحمد لله أصلحنا كثير يعني، ونجح شغلنا الحمد لله.